موجز لأهم الأنباء من شوف تي في، أهلا بكم. تعرف مختلف المصالح الأمنية في الدار البيضاء منذ صباح اليوم الاثنين حالة استنفار قصوى بسبب الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس للعاصمة الاقتصادية التي من المرتقب أن تتم يوم الأربعاء المقبل. وبسبب ذلك عينت شوف تي في صباح اليوم الاثنين انتشار أجهزة الأمنية في عدد من الشوارع البيضاوية خاصة بالقرب من محطة الدار البيضاء الميناء. وحسب مصادر لشوف تي في فإن هذه الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس للعاصمة الاقتصادية ستكون مناسبة لإطلاق عدد من المشاريع المهمة إضافة إلى عدد من المؤسسات التي سيتم تدشينها خلال الزيارة الملكية. في موضوع آخر، أكد مصدر طبي من المستشفى المدني سنية الرمل في تطوان اليوم الاثنين بأن حصيلة ضحايا حادثة السير التي وقعت أمس الأحد وسط مدينة تطوان ارتفعت إلى 5 قتلى. وأضاف المصدر ذاته أن 3 أشخاص كانوا قد توفوا في موقع الحادث، فيما توفي شخص رابع أمس الأحد بعد نقله إلى المستشفى الإقليمي سنية الرمل قبل أن يلقى شخص خامس ووسائق سيارة النقل المزدوج التي تسببت في الحادث نفسه المصير الصباح اليوم الاثنين. وأشارت قصاصة لوكالة المغرب العربي نقلا عن مصادرها أن عدد الجرحى وصل إلى حد الآن 16 شخصا، عدد منهم إصابته خطيرة، فيما كان قد سجل عند وقوع الحادث إصابة 18 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة. نتحول إلى الخبر الدولي، حيث انطلقت اليوم الاثنين بباريس أعمال المؤتمر الدولي حول السلام والأمن في العراق برئاسة كل من رئيس فرنسا فرانسوا أولاند والعراق فؤاد معصوم، وبحضور 30 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وروسيا ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر الكويت البحرين عمان الإمارات العربية المتحدة لبنان والأردن. ويشارك في المؤتمر وزراء خارجية وممثلو نحو 24 دولة من بينهم 10 دول عربية باستثناء المغرب، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف وكذلك الأمين العام التنفيذي لدائرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي. نختم هذا الموجز بالخبر الرياضي، فقد توصل لاعب فريق الرجاء البيضاوي عبد الإله الحفيظي بعرض احترافي وصف بالمغري من طرف فريق فرنسي يلعب بالدرجة الأولى بالدوري الفرنسي الممتاز مقابل مبلغ يتجاوز 800 مليون سنتيم. وذكر مصدر مطلع لشوف تي في أن الفريق حدد قيمة انتقال اللاعب في 3 ملايير سنتيم إن هو أراد الاستفادة من خدمات هذا اللاعب. تجدر الإشارة إلى أن اللاعب عبد الإله الحفيظي ابن مدينة أبي الجعد والمزداد سنة 1992 لعب للمنتخب الوطني في أول مباراة له أمام جنوب إفريقيا بملعب مورينوس مابيدا برسم آخر مباراة في الدور الأول لكأس أمم إفريقيا، ولمع نجمه مع فريق الرجاء البيضاوي. بهذا الخبر الرياضي نأتي وإياكم أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.